السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ياسين من فريق عمل أبس ستاف تيم. هنبدأ مع بعض إن شاء الله المحاضرة رقم 24 بعد 100 من محاضرات تعليم الجي ديفلوبر، وكلنا هنتعلم إن شاء الله. كنا بدأنا بالمحاضرة اللي فاتت، اتكلمنا عن استخدام الجي ديفلوبر as database IDE زيه زي التود وزي السيكوال ديفلوبر وزي البي ال ديفلوبر وزي ايه جميع البرامج اللي هي ممكن من خلالها نقدر نستخدم نعمل كونكت على الداتابيز ونعمل كرييت ودروب والتر وانسيرت وابديت كل اوامر سيكوال ستيتمنت سواء الدي ام ال او الدي دي ال او التي سي ال. وكمان خدنا مثال المره اللي فاتت ازاي نعمل امبورت واكسبورت للبيانات داخل التيم. النهارده ناخد كمان جوله داخل مكونات وكائنات الجي ديفلوبر اس داتابيز اي دي، وبعدين عشان في المحاضرات اللي بعد كده نبدا نعمل كونكت بين الجافا والاوراكل داتابيز. تعالى بقى في المحاضره دي نتكلم شويه على الفيو. زي نعمل فيو مثلا كليك يمين وفيو عادي اهو كرييت فيو، قول له سيلكت مثلا اول فروم الجدول اللي اسمه كاستمرز اهو جدول اسمه كاستمرز وير ان او الكاستمر دوت ايه دوت كاستمر او دوت مثلا الجندر ايكوال ميل. بالمنظر تعال نعمل تشيك للسينتكس ايرور في السلكتابل اللي فيه ايرور فيها وير نعمل تشيك تعال نفتح الفيو كده اللي اتعمل نعمل لودنج هنلاقي نخش على الداتا راح جاب لي البيانات. لو انا عملت كليك يمين كده دول طبعا ايه دي خصائص ال الفيو اللي قدامنا بالمنظر ده. ممكن اعمل اكسبورت الدي دي ال او اكسبورت للداتا مفيش مشكله زي التيبل بالظبط بالمنظر ده. ممكن اجي اعمل اديت واحط هنا الكونديشن بتاعي وير ان الاي دي ايكوال او الجندر ايكوال ميل بس كده. قلنا تعالى نعمل ريفريش مثلا راح جاب لي ايه فلتر على الناس اللي هي ميل بس. نفس الكلام ممكن اعمل باكج ممكن ايه اجي كليك يمين واقول له نيو باكج يقول لي اسم الباكج ايه هسميها مثلا بي كي جي مثلا او بي جي 1 باكج 1 وبعدين عمل لي الباكج اهو وابدا احط الكود بتاعي يعني مفيش اي مشاكل زيه زي اللي التود وزي السيكوال ديفلوبر مفيش اي مشاكل خالص يعني. برضه نفس الكلام ممكن اجي اعمل بروسيجر وفانكشن اهو كليك يمين يو بروسيجر ويقول لي البروسيجر ايه بتاعك ولو عاوز احط بارامتر زي ما اهو تعال نقول له ايه بروسيجر 1 مثلا ولو في بارامتر ماشي احط البارامتر بتاعتي اسم برام 1 ده نوع كاركتر وده ان او اوت او ان اوت ولو في ديفولت فاليو عطاه بقول اوكي بيبدا يعمل لي ايه يعمل لي الاستراكشر بس بتاع البروسيجر وانا ابدا اكمل الكود بتاعي دي مفيش مشكله. نفس الكلام ممكن اجي اعمل فانكشن نيو فانكشن برضه نفس الكلام يقول لي ده هيرترن ايه هيرترن فار كاركتر مثلا اهو وابدا احط البارامتر بتاعتي بيقول لي هو يا ريتيرن فور كاركتر او نمبر حسب انت عايز ايه الريتيرن بتاعك. وتاني حاجه الانبوت بتاعتك هتبقى ايه بارام 1 وفار كاركتر او نمبر حسب ايه البارامتر انت عايز تدخلها واقول له ايه اوكي هلاقي عمل لي فعلا الفانكشن زي ما انا عاوز. ممكن اعمل كمان ممكن اعمل سيكونس اهو
ممكن اكريت سيكونس عادي، كليك يمين نيو سيكونس واسميه ايه، اسميه سيكونس 1، وده انكريمنت بيزيد بواحد، وده المينيمم فاليو 0 والماكسيمم فاليو مثلا ايه مفيش. ستارت ويز ابدا بواحد، لو في كاتش او سايكل عادي اهو. اوكي راح عمل لي سيكونس اهو. تعال نيجي عند ال، احنا فين في الاي بي اس؟ تعال في الاي بي اس هنا ايه، سيلكت سيكونس 1 دوت ايه دوت نيكست فايل فروم دول، وابدا اعمل ايه اكسكيوت. راح جاب لي واحد، ادوس تاني اتنين تلاتة اربعة، هيفضل مشغل معايا السيكونس عادي زي ما انا عارف. ممكن كمان نعمل ايه، ممكن كمان نعمل طبعا مش عاوزين الباكج التاني الداتابيز كونكشن التاني مش عاوزينه عادي. بقى ممكن اعمل تريجر عادي على الداتابيز، ممكن اعمل ليه فانكشن، نعمل سيكونس تايب، اي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا خدناها في الاس كيو ال او اللي عارفينها او اللي كنا ممكن نعملها بالتود بسهوله بالمنظر ده. ده ممكن كمان اعمل ايه، ممكن اجي هنا عند التيبل اللي اسمه مثلا كاستمر وافتح كده، بيقول لي ايه ده في ايه، في الاربع حاجات دول الكانتري والاي دي والنيم والجندر. باجي اجي هنا اقول له ايه، استخدم عادي الانسيرت، اقول له انسيرت انتو اسمه ايه التيبل اسمه كاستمر، واقول له حط لي في الكانتري وفي الجندر وفي الاي دي وفي النيم، حط لي الفاليوز بقى ايه الفاليوز دي، حط لي كانتري مثلا مثلا عراق، الجندر مثلا ميل، ايه تاني طبعا انا ميل كابيتال، ايه تاني هنقول مثلا ايه الاي دي مثلا 99 بالمنظر ده، النيم كان المفروض فيه هنا النيم، النيم هنقول مثلا ايه ماجد مثلا، ونعمل اكسكيوت وننفذ. قال لي 1 رو انسيرتد، لو جينا عملنا هنا ريفريش وعرضنا الداتا بيز او الداتا ريفريش رقمه كام عندنا، زي ما احنا شايفين اهو ان ماجد ايه من العراق رقم 10 ميل بالمنظر ده. عندنا ايه كمان ممكن نقوله يعني كده، نقدر زي ما شفنا ممكن نعمل انسيرت وابديت وديليت بالمنظر ده بكود او عن طريق ان احنا بنقف عند الاوبجكت او النوع ونبدا نقول له كليك يمين ونقول له كرييت نيو بروسيجر نيو فانكشن نيو تريجر، اي حاجه بقى ان شاء الله بقت بسهوله بالمنظر ده. اهم شيء بس واحنا بنكريت نيو كونكشن، خلي بالك احنا بنتكلم على كونكشن، فبنعرف ان في حاجه اسمها كونكشن، لازم نركز ان في حاجه اسمها كونكشن. في حاجه اسمها اليوزر نيم، ركز الحته دي يوزر نيم، في باسورد، في نوع الداتابيز، نوع الداتابيز مهم قوي تمام. يبقى عندنا كونكشن اسم الكونكشن، نوع الكونكشن، الاربع حاجات دول مهمين، واليوزر نيم والباسورد. الدرايفر بتاعنا هيبقى ايه، مهمه جدا اول نكتب اسم الدرايفر، اسم اللوكال هوست، واسم الاس اي دي. يعني المعلومات دي كلها مهمه واحنا شغالين بالكود، وخدنا الكلام ده كل المره اللي فاتت. يعني البورت نمبر يعني 1 2 3 4 دول الاربعه مهمين، واسم الكونكشن واسم الاو دي بي سي او الجي دي بي سي او الكونكشن تايب، اليوزر نيم والباسورد، كل دول ايه مهمين واحنا خدناهم بالكود قبل كده زي ما شفنا.
بس كده خلاص كده يعني عرفنا ازاي نعمل كونكشن وازاي نقدر ايه الحاجات كلها نعملها بايدينا ما فيهاش اي مشاكل خلاص. بس مفيش حاجة تانية ممكن نقولها في الجزء ده غير ان احنا ان شاء الله المحاضرة الجاية بقى هنبدأ ناخد الكلام ده كله ونرسمه بالكود على الفورمة بتاعة الجافا وازاي نعمل انسيرت في بيانات الاوراكل بالمنظر ده. ان شاء الله الموضوع هيبقى سهل للجميع. اي سؤال اي استفسار راسلونا على appstuff.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.